يا هلا والله، حياكم الله متابعينا الاعزاء. اليوم جايب لكم عرض خطير جدا من بترومين. طبعا بترومين اصبح وكيل لمجموعه علامات ستيلانتس. طبعا المجموعه تضم عده شركات، منها عندكم زي جيب، ايضا عندنا كرايزلر، دوج، رام، فيات، ابارث، ايضا عندنا الفا روميو. فاليوم عندهم عروض مسمينها عروض الصيف، استرداد نقدي يصل، طبعا العرض هو استرداد نقدي يصل الى 38,000 ريال سعودي، والعرض مو بس على الكاش حتى على الاقساط. خلوكم معنا اليوم نتعرف على عروض بترومين وعروض الصيف اللي مسوينها. يلا خلينا نبدا. ونبدا عرض بترومين مع علامه جيب. علامه جيب تضم عده سيارات، منها جراند شروكي، عندنا الرانجلر البابين والاربع باب، وعندنا جلادياتر اللي هو شبيه الرانجلر لكنه حوض خلينا نقول او بيك اب. السيارات هذه عليها استرداد نقدي يصل الى 38,100 ريال سعودي، رقم جدا مهول. طبعا اذا حاب انك تكتشف العرض هذا وكل سياره وش خصمها، حد زور الموقع اللي راح نرفقه في خانه الوصف هنا في الفيديو، وراح تتعرف على العروض بشكل تفصيلي اكثر مع بترومين. خلصنا من جيب، خلينا ننتقل الى معرض ثاني ونشوف باقي العلامات مع بترومين. ونبدا عروضنا مع كرايزلر وتحديدا 300 سي. طبعا 300 سي عليها استرداد نقدي يصل الى 26,474 ريال، تحديدا الفئات من 300 سي عندنا الاس والليمتد واللكجري المحرك 6 سلندر 3.6، وعندنا اللكجري محرك الهيمي 5.7 لتر 8 سلندر. والحين ننتقل الى علامه دوج. طبعا دوج تضم تشارجر وتشالنجر، ايضا عندنا الدورانجو حبيب الجميع هذا. التشارجر عليها استرداد نقدي يصل الى 30,327 ريال، الفئات الجي تي والار تي، وايضا الار تي سكات باك والهلكات الريد اي. الريد اي، ها ركز لي على الريد اي، ما شاء الله تبارك الله. ايضا عندنا التشالنجر، التشالنجر عليها استرداد نقدي يصل الى 28,919 ريال، على فئات الجي تي والاس اكس تي، وايضا على فئه الار تي. بعدين نروح لدرانجو حبيب الجميع وحبيب العوائل. الدرانجو ايضا في تحديثات حصلت للداخل، داخليه السياره لكن ما قد صورتها، الحين بصورها سوا. الدرانجو عليه استرداد نقدي يصل الى 29,060 ريال، ايضا 29 و60 ريال، وتحديد فئات الاس اكس تي والجي تي، وايضا فئات الار تي من الدرانجو. خلينا نلقي نظره على داخليه الدرانجو الجديده، ولها فتره موجوده لكن ما قد سنحت الفرصه اني اصورها. اعطوني رايكم عن الداخليه، هل تحسوا فرق عظيم بينها وبين داخليه قديمه او لا؟ انا اشوف ان تطور حديث يعني، لان صراحه الدرانجو انا يعجبني من برا لكن داخليته كانت خلاص قدمت، فالتحديث هذا صراحه حدث ونعنش السياره. والحين ننتقل الى الرام البيك اب الجميل هذا. طبعا نتكلم على حجم 1500 فقط. الرام عليه استرداد نقدي يصل الى 21,024 ريال، على فئه البيج هون والريبيل واللارامي، وايضا فئه الليمتد. نلقي نظرة على داخلية الرام الجميلة، هذه فئة الليمتد قدامنا، ما شاء الله تبارك الله. هنا عندنا تطريز جدا جميل على المسند الوسطي. وبالنسبة لسيارات الفا روميو الجوليا والستيلفيو، يوصل سعر الخصم الى 25,256 ريال سعودي لفئة الفيلوسي. ونختم جولتنا في بترومين مع سيارات ابارث، وتحديدا فئة الكومبتيزيون، واللي يوصل سعر الخصم عليها الى 16,343 ريال سعودي لبعض الفئات المتوفرة. بترومين ايضا عندهم عروض تمويلية من البنوك على جميع سيارات علامة ستيلانتس، وتتراوح نسبة هامش الربح بين 0 و1.25%، اما الرسوم الادارية وسعر الفائدة يعتمد على طراز السيارة نفسها والجهة التمويلية. اذا حاب تعرف تفاصيل اكثر عن العرض هذا، راح نرفق رابط في خانة الوصف، ادخل عليه وراح تعرف كل شيء حاب تعرفه عن العرض هذا، واي اسئله ايضا موجوده راح يجاوبوا عليك ايضا. يعطيكم العافيه. اذا انت واحد من ملاك السيارات هذه اللي صورتها اليوم، اعطينا تجربتكم على السياره، وايش رايكم مع الوكيل الجديد؟ هل الى الان تعاونت مع بترومين او لسه ما وصلت له؟ يعطيكم العافيه ونشوفكم على خير في عروض اخرى. مع السلامه.